فهمناش انا وين راحي. وكيس مخلل وعلبة ثوم وعلبة مدبات. فروج واحد؟ لك ايه بكفي، شو بحياتنا نحن مو شايفين فروج ولا الشهوة. ايه ما بكفي للكل. لك جيب خروف ما بكفي للكل، بعدين هذا مو للكل. بس اللي ويلاك. اه وبركي يزعلوا هلا. لك يزعلوا، بعدين ان الحمد لله معهم مصاري اكثر منك يجيبوا، مو احسن ما ينحرق قلبنا ونحن عم نشوفه لشفيق ماسكو لهالفروج ونازل فيه شلل. الحق معك، الحق معك، بهي الحق معك. طيب انا هلا رايح، بدك شيء قبل ما اروح؟ بالله هلا بعد ما ارجع بتتذكري لي شي شغله بتخيليني؟ اه جيب لنا كازوزو. كازوزو وحده؟ شي تلتر. تبع اللتر؟ ابوك يا تبع اللتر ما احلاكي، بدي تمي اشرب كازوز حتى انبق اليوم. لك اروح. ينفخ قلبك الهي، نفخت قلبي هلا مشان فروج نفخ لي قلبي، ما يكون خروف شو بيعمل؟ بينفخوا اكثر. أمك عرفت إنه إحنا عم ناكل فروج بالسرقة وبتفضحنا بتفكر إنه أنا اللي عم علمك. وليش لعبت تحكي هيك؟ فكرني إنه ما بشتري للقمة الطيبة. ما شاء الله حولي. بدك تفهميني يعني إنه أنت بتشتري للقمة الطيبة؟ أنا بشتري لك الخير بس أمك مشرانية. ما شاء الله عنك أنت، حمامة وديعة، ما بتتحركش فيها بنوم. كيف؟ بعدين لا تتهمني بشي وما في شي، هلا بدي أفهم مين اللي اقترح إنه ناكل فروج بالسرقة؟ آه؟ يخرب بيتك أنا. ما دام انت يبقى اسكت، لا تقول انه انا اللي ما بدي امك تاكل معنا، لا تفهمني بهالشغله، وانا ماني ما عم ساوي شيء بدك بقتلك. ماشي الحال، شو بدك هلا يعني؟ روح ناديلها. لك لو لحالك كنت مدحت لها، بس هل خلينا نشوف اللي معها الطمزه اذا اجى راسا بدق بالافخاد وبيطالع لي انا زملوطي. شاني زملوطي؟ زملوطي؟ حلوه ما ذكريني هيك فيها الكلمه بس طالع لي اياك اقول لك زملوطه. على عيني. لك شو ما عم تطلع فيني هيك؟ قعدت تطلع فيني هيك بغصب علينا يا عمالك. بس بدي اكل 10 فراريج رح تنفذر. مين اكل؟ فهمت مين ما اكلت؟ جبتني اكلت. جبتني كمان. ما بدي اكل، شو شايفني فاتحه بطني مستودع ما عاد اقدر. اه يا بطني يا لك انا قعدت تطلع فيني هيك بغصب بعدين. اه شفيق خلينا نطب العظام ونعزم امي وبديع وزهره على الفراريج البقيان. لا لا تعزميهم، انا باكلهم. ما كنت فكرتك بخيل كل هالقد. لك مو بخل، مو بخل، يا روحي مو بخل. لو ما كنت بخيل ما كنت اكلت 11 فروج وما رضيت تطعمي حدا. انا انت فكرتيني انا عم باكل هالفراريج هيك عبث؟ انا عم باكلهم لغايه بنفس يعقوب. يا حبيبي شو هي الغايه بقى يلي بتخلي البني ادم ياكل 11 فروج؟ قولي. حبيبتي انا من زمان كثير مشتهي الفروج وما عم بحسن بشتري. صرت اذا بشوف لحم او بشم ريحته دغري دغري ها بتشطه بيالتي بيجي يغمى على قلبي. والغايه شو هي الغايه بقى؟ الغايه انه انا هلا بدي اشبع من الفروج، بدي اخلي عيني تشبع. وكم فروج بدك لتشبع؟ انا ما بشبع، انا عيني لانه فارغه. بعدين انت ان شاء الله فكرتيني انا عم باكل حبة بالفروج. لك ليش عم تاكله؟ انا عم باكل لحتى اصير اقرف الفروج، لحتى اصير اذا واحد قال قدامي كلمه فروج دغري اقرف ونفسي تلعي. ودخلك كم فروج بدك لحتى تقرف وتصير نفسك تلعي؟ اه ما بعرف بس بظن مو اكثر من 25. وليه؟